سعدي زيدان من أول وجديد، أنت معنا هون باستوديو هوا الأيام. سميرة وأنا رح نحكي عن إذاعتك الجديدة على إنترنت اللي اسمها شيك شك شك، العصر الذهبي للموسيقى. بتعريف الموقع نقرأ ترجمت شوي بالصفحة الأولى: أول إذاعة عبر الإنترنت مكرسة لتعزيز الذاكرة الجماعية للعصر الذهبي للموسيقى، برفق هذا المشروع أوقات حفلات طوال الليل برعاية مدير الراديو هادي زيدان في باريس، حيث يتم تحويل بعض المساحات لفترة إلى ملهى بيروتي حقيقي من فترة الستينات. وهنا بستغل الفرصة لأقول أنه بيروت إلكترو باراد رح تكون ب26 تشرين الأول. صار فينا نتركك تحكي. مبروك. مبروك. ألف مبروك. شك شك شك. عمره 4 سنين. كثير بحب شك شك شك. ليه شك شك شك؟ ولا الاسم؟ ليه الاسم؟ الاسم هو الغنية المقطوعة هيدي اللي اسمها شك شك شك، تعتبر كأيقونة للموسيقى العربية. ألفها حسن أبو السعود، هو مصري. عازف جيتار موسيقار. هو؟ لا هو لا بيعزف بعتقد هو كان يعزف إيقاع، ولكن أيضا بيعزف أورج. لا شو بيسموه أكورديون. أكورديون نعم، والكمانجا. فإذا هي أغنية، هي موسيقى أيقونية أخذتها كواجهة يعني لهالمشروع. المشروع هو عبارة عن موقع إلكتروني يحاكي راديو وليس إذاعة، وموقع يعني فيه برمجة على الإنترنت، ولكن يحاكي إذاعة راديو يبث عليها أغاني أو مختارات من الأغاني العربية أصلا من أسطوانات نادرة جدا. يعني عندي عملت أبحاث عن أسطوانات أساسا لبنانية مصرية، ولكن أيضا من تونس والمغرب العربي وأيضا من العراق. أغاني راحت للنسيان أما من شهرت، أما كمان بتذكرنا بفترة معينة بالعالم العربي، هو يعني نحن نسميها اليوم بالعصر الذهبي للموسيقى لأنه كان في معايير معينة نعتمدها للفن للموسيقى اختفت مع الوقت. مثل شو؟ مثل مثلا يعني نوع الصوت، نوعية الموسيقية، نوع التسجيل. يعني هذا كله كان زمن آخر. اليوم يعني ما بدي أقول نحن بانحدار لا الموسيقى في العالم العربي، ولكن عم جرب بس أعمل مقارنة بين هذا العصر الحالي ويعني ما يسمى بالعصر الذهبي. أنت بتفضل الأغاني في الوقت ده؟ يعني بحس أنك أنت عندك ذوق كده فينتج، يعني حتى ما ببص على القميص اللي أنت لابسه بحس أنك بتميل كده للأيام، أيام يعني زمان. في أكتر من سبب لهذا الشيء. أول شيء هو سبب شخصي، أنا جاي من بيروت، خلقت ببيروت، واللي بيعرف بيروت بيلاحظ أنه الأكترية علقانين بفترة معينة، هي ربما فترة الحرب الأهلية ما بعرف لسبب معين، كانوا علقانين بالثمانينات، عنا مثل نوع من الحنين أو من النوستالجيا لهذه الفترة اللي هي راح يعني انسحبت منها من وراء الحرب. ولكن من هذه كان الفترة فيها السهرات والأغاني واللي بيخبرونا عنها أهلاتنا، وأنا من جيل ما بعد الحرب، يعني أنا وعيت على الدنيا كانت خلصت الحرب، وبما أنه أنا مواطن لبناني هذه الفترة كلها ما حكيوني عن أهلاتي، فهلا أنا ببحث استرجعها من الموسيقى هذه الفترة. من خلال الموسيقى. نعم. يعني هي 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 تاريخ ل الفترة هي تاريخ ل يعني حياة اجتماعية مختلفة كانت بعد الحرب، وحياة غنية. الأغاني اللي تبع الستينات يعني. عرفت إنه فيها أول شيء سمعت شوي إنه التسجيلات كتير نظيفة، بس واحد لازم يكون عنده شغف بشي ما عم بيدفعه لحتى يعمل كل هيدي الأبحاث. في إشياء لقيتها بمصر، في بتونس، بأوقات بمحض صدفة، أو أحيانا الأسعار غالية لهيدي. مزبوط. هلا أنا بالموسيقى هي كهواية بدأت يعني بالعزف الموسيقي كهاوي، ولكن هلأ صارت مهني كمان، يعني بين التحضير للمهرجانات بباريس وغيرها وبين المشاريع اللي كمان يلي بستثمر فيها. هيدا يعني المشروع الجديد شيك شاك شوك بينخرط بهالمجموعة من الأعمال اللي عم بشتغل فيهم لي فترة. فطبعا هي شغف للموسيقى مثل ما قلت، بس كمان أنا بدي يكون فيها هذه الرسالة، أنه يعني
عدم توثيق وأرشفة الموسيقى هو شيء خاطئ يعني احنا عنا بالعالم العربي. يعني فأنا عم جرب أعمل وقتها في سافر على العالم العربي، عم جرب بروح بنبش بفتش على موسيقى معينة، على أسونات معينة. وين؟ وين بالعالم العربي، بتونس مثلا وبمراكش وبلبنان أيضا، في أسواق قديمة مثل سوق الأحد مثلا، مارشي أوبيوس بالمدينة القديمة، عن تجار أنتيكا بيسمون هودي تجار أنتيكا، بيكون عندهم ربما موسوعة معينة وراحت بخزانة، ضايعة بخزانة وعليها غبرة كتير. أكترية الأسوانيات اللي بيجيبون عليهم غبرة بيكون فعلا أكيد حاجات قديمة، أكيد راح بيتخيل الصورة بس هو فعلا بيكون عليهم مثل يعني بنسميه ألي دو بوسيير، يعني على التخت من الغبرة. لا انت ما بتقول بتدور، ان هو فعليا بتدور، بتروح بتحس. الأسواق دي الشعبية عامة كمان منهم كتير، بتروح وتدور في الأماكن اللي ممكن ما تخطرش على بال حد. يعني برضو في تمرين كده استقصائي ايه انه مش الموضوع مش يعرف يمكن الواحد مش في التكييف وعمال في محل كده بسيط وبيعرضوا عليك، لا انت اللي بتروح تدور عليه. بيشم وين لازم يروح؟ لا ايه يعني في اكثر من تقنية، بعدين الواحد بيصير بيطورها وبعدين عنا ما عارف. مثلا بديك تشوف شكل الزلم اللي عم بيبيع، يعني بديك تعرف هلا صار في يقين عند الجميع، من عند العديد من يعني بيسمون بيع الانتيكا، انه هول الاسطوانات يقدروا بثمن معين طبعا، فبيخبون بيعرفوا شو هن، خصوصا بلبنان لانه اجى كثير اوروبي فتره من بعتقد 2014، اجى كثير اوروبي من المانيا من فرنسا وراحوا وعرفوا انه في هودي الاسطوانات عندهم لهم قيمه معينه. مثلا اسطوانه لزياد الرحباني اسمها ابو علي، كان كل نسيها نعم، راحت للناس يعني بقت 20 سنه ما حدا سمع فيها، هي غنيتين بس فيها مقطوعتين، ابو علي وميسر ريم. يعني ميسر ريم هي مسرحيه طبعا، وزياد الرحباني الف موسيقى لها. هذه الاسطوانه نادره جدا، ولاقيها زلمه هون بفرنسا اسمه فيكتور، راح على لبنان انه قال لي مودة زي فيكتور يدور على اسطوانه يعني زي دي بجد. يعني ازاي هي شوفي اللي بعتقد الانترنت لعب دور جدا مهم، لانه صار في اكثر من بعد. اول شيء في مثل موجه عامه بالعالم، خصوصا بالعالم الغربي يعني بفرنسا وبالولايات المتحده، من الاهتمام للعالم العربي، الاهتمام لشو هو العالم العربي غير الاسلام وما نسمعه على يعني على الثقافه يعني في اهتمام لهيد لهذا يعني الجزء من العالم، ومن غير منطلق استشرائي يعني. هذا كمان مهم جدا يعني، عم بفتشوا هن على عم بنبشوا على الكيان العربي الغير سياسي الغير مسيس عبر هذه الموسيقى، عبر الموسيقى والفن بشكل عام. دائما الفن هو بيحكي اكثر بكثير من الصحف. قد ايه دفعت مثلا اغلى قطعه دفعتها لهلا؟ اغلى اسطوانه دفعها ب 350 يورو. 350 يورو على أسطوانة واحدة، ولكن هي أسطوانة غني أنت بتكسب كويس مش غني، ولكن هو هذه المشاريع يعني أنا بشتغل في خمس بنكات لحتى أقدر أعيش تمام، ولكن هذا هي كهواية الموسيقى والشركات يعني الأعمال اللي بنتجها هي هواية، فما بيزعجني حتى المصاري اللي بربحهم بهذا يعني برجع تخن بالشركة هي. ومن هالمشاريع شيك شاك شوك إذا يعني هو آخر يعني آخر جزء من مشاريعي. شيك شاك شوك هو مثل ما قلت لكم موقع يبث مختارات منتقيات يعني من الأغاني العربية وبهاي كواليتي ساوند، يعني فيه صوت نقي جدا. انا اشتغلت باستوديو تبعي تقريبا من 6 الى 9 اشهر عم سجل هودي الاسطوانات، وايضا على الانترنت في قصص من لقيهم يعني مش بس الاسطوانات، ولكن الاغلبيه من الاسطوانات نادره جدا. بنضيف الصوت وبزبطهم، بعمل برمجه للبلاي ليست الى اخره. بتعيد حالها البلاي ليست مثلا اذا سمعتها انا 24 ساعه الصبح رح ارجع اسمع نفس الشيء، ولكن في كفايه يعني انا بي 9
أشهر لحتى يكون في كفاية أنا ما تزهقيش موسوعة موسيقية لحتى تسمعي أكثر من لون. تعرفي لحن آيازين آيازين سمعونا بقى حاجة يا جماعة. لقي شغلة بتونس دي تونس بتونس لقيت اللي عم تغنيها هي آيازين هي غنية فولكلورية معروفة بالعالم العربي غنيتها صباح وعمر خرشيد لعبها وإلى آخره. أنا كنت بتونس بالسوق بالمدينة القديمة بتونس العاصمة ولقيت أغنية ولقيت أسطوانة بالغلط عند بيع أنتيكا يعني قال لي بدك تسمعها هاي خود اسمعها وعنده كان لاع يعني الريكورد بلاي سمعني اياها لقيت هي موسيقى آيازين ولكن بموسيقى جاز وبغناء فرنسي يسميها ياسمين عم نسمعها هلا زبط عايزين نسمع يا جماعه جاهز Casablanca, c'était une soirée ma brouca. Je l'ai connue à Casablanca, c'était une soirée ma brouca. Au son de la darbouka, elle a dansé pour moi le cha cha cha. Yasmina, oh Yasmina, c'est la plus belle de la Médina. Je l'aime. Je l'aime, y'a pas de problème, j'aime Yasmina. نعم هذا كمان رؤوف نجاتي هو تونسي هو بيغني طرب معروف يعني بتونس الكل بعتقد ابنه او بيو يعني حدا من ديناستي يعني كمان معروف وهي طبعا الكلمات الاصليه لهاللحن هي ايازان ايازان العابدين هذا اللي يعني فولكلوريه بالعالم العربي اوكي بس شغلها بشكل هيك مختلف ولطيف لا حلو قوي اكتشاف انا كنت عايز اسالك انت اول لقاء بالموسيقى كان ايه بتعزف انت متهيألي اي نوع من الالات من البيانو يعني بيانو. انا صغير اوكي بس درست حاجه مختلفه لانك انت جيت فرنسا ودرست ماجستير او ماستر لغات كنت عارف طول عمرك انت بتحب الموسيقى كنت عارف انه يوم من الايام هتبقى يعني هو ده هيبقى مورد رزقك لا هو الموسيقى كانت دائما هوايه ولكن كانت دائما يعني على نفس الطريق يعني مع إذا كنت عم بشتغل بالجامعة وبرجع على البيت بشتغل موسيقى كنت بالمدرسة زيت الشيء كنت ألعب موسيقى وترجع على البيت يعني كان دائما بترفقني لحد ما نخلي الجامعة بيصير الإنسان بيفكر يعني شو معقول يعمل بمهنته وأنا اخترت إنه أكون منتج يعني قررت أشتغل بهذه المهنة لأنه عندي شغف بالموسيقى عندي شغف كمان غير هيك نهيك إنه أنا جيت على فرنسا فعندي كمان مثل نوع من الرغبة أرجع أكتشف أصولي من العالم العربي فجربت أمزج هالأمور كلها لأخلق مهنة الخيار طبعا الأساسي هو خيار حميمي جدا بس واضح أنك بتحب المغامرات لأنك بتختار أنك تبقى منتج في مجال الموسيقى في وقت اللي الناس كتير بتبتعد لأن المجال اتغير تماما بتغامر بتحب المغامرات ولا ما فكرتش أنت بالأشياء لا دي؟ طبعا عندي قراءة بزنس لكل شيء بقوم فيه ولكن مش غلط واحد يغامر هذا أنا عندي شغف فعلي بهذا المجال وعندي كمان متابعة معينة على السوشيال ميديا من أشخاص فهموا إنه هذا الأمر هو أنتيم بصراحة يعني هو أمر حميم جدا يعني أو عزيز على قلبي يعني أنا مش بس عم بشتغل عم بفتح شغل معين أما فكرة معينة لا عم بشتغل من قلبي تعرف هلا رجعت عم بتذكر بمسألة راديو شيك شاك شوك اللي هو مثل ما قلنا ببداية الحلقة هادي زيدان راديو أول راديو من نوعه يحيي العصر الذهبي للموسيقى والأغنيات
أنت عثرت على أكثر من أغنية نظفتهم ورميتهم على هذا الموقع، بس أنت كمان عم تحكينا عن معلومات عن هؤلاء الناس، يعني حكيتنا عن نجاتي، هلا كمان رح نحكي بعد شوي عن ناس آخرين كمان حضرنا لهم مقاطع. منين عم تعثر على هذه المعلومات عن هؤلاء الأشخاص؟ مين هن هول؟ هلا هؤلاء المعلومات موثقين على الأسطوانات نفسهم، يعني لما الإنسان بيشتري أسطوانة في عليها الغلاف، الغلاف الأسطواني. ما عدنا نعرف كيف شكل الأسطواني بيبقى يعني. لا بيضحكني، بتعرفي لما الإنسان يشتري أسطوانة ورا الأسطوانة على الغلاف يشتري، نحن مش شايفين ناسين شكلهم للأسطوانة. لا بس إنه أكيد في شغف، لأنه ممكن بس أنا ما كنت بعرف إنه في هاي المعلومات، لأنه السيديات ما في، في أسماء الأغاني مين الملحن ومين كذا وخلص. كمان للتوضيح، لأنه على الويب سايت أنا وقت بيطلع الغنية معينة بشكل عشوائي، هي بلاي ليست عشوائية، ولكن وقت بيطلع الغنية بنسمعها كمان موجود صورة الغلاف تبع الأسطوانة، وأيضا معلومات عن نبذة عن المغني أو مش نبذة بس الاسم. هلا ممكن يعني المستمع يدور، ممكن المستمع طبعا يفتش على الإنترنت. طبعا أنا بفتش عليهم كتير، بنتبع على أداء أمور، لأنه في مرات في أغاني كمان هي تنتج وتوزع على أسطوانة معينة وبعدين توزع على أسطوانة أخرى، فأنا بنتبه إنه التسجيل اللي عندي هو الصورة تبع المطابقة للغلاف يلي عم حطه على الانترنت، يعني مش ما يكون في لخبطة يعني. مثلاً عازف الطبل الأول في مصر عن حياتي مش سامعة مش سامعة فيه انت لقيت الشريط بالقاهرة، لقيت الأسطواني بالقاهرة، أنا بعد بقوله الشريط أسطواني، وبعدين عرفت لاحقاً على الانترنت انه هيدي أسطواني نادرة، لأنه في على الإنترنت مثل نوع من الفورم، يعني من المواقع الناس بتحكي يعني مع بعض طبعا، مجموعة ناس هوات أو بيسموهم كولكتورز، يعني بيجمعوا الأسطوانات. وهذه المسيرة عم نسمعها هلا هي خميس حنكش، عازف الطبلة الأول في مصر، في مصر كان أفانغارديست، يعني بالعربي كيف بيقولها، يعني سبق وقته، يعني كان سبق وقته شوي، لأنه بيستعمل هذه بعتقد من السبعينات، هذه الأسطواني بيستعمل إفكتس وتأثيرات مؤثرات صوتية على الدربكة، اليوم نسمعها بالموسيقى الإلكترونية، يعني هي 2020 2019 تقريبا عم نسمع، يعني نسمع شوي منها. فرتنا هادي والله. هيدي اسمها سولو ساكس. سولو ساكس. اوكي. كمان هو يعني عنده مثل نوع من الانسبيريشن مستوحى من الجاز والموسيقى الشعبيه، موسيقى البكة هي موسيقى اعراس، موسيقى اعراس. شكله هادي وقف سميرة بمرحلة معينة عند بداية سنوات التسعينات، ما عاد جمع، ما عاد بحث، ما اهتم. ليه كده بس؟ باستثناء بعض الالبومات، يعني في بعض الالبومات وصلوا، يعني نبشت عليهم بحثت عنهم والإيتون لحديث سنة 2000-2001، هناك بعض الاستثناءات، يعني منهم مثلا مونودوز لسلمى وزياد رحباني. نعم. هذا ألبوم رائع أنا برأيي. لا بس مزوي تصيوم إنه يروحش يطلع أي حاجة من الفترة دي، لا حاجات مونودوز هي بالفعل. ولكن عم حضر كمان أرشفي لهودي الموسيقى من التسعينات والألفين، مثل مثلا في عنا أغاني راغب علامة، حكيم، هودي أغاني بالعكس عندهم لهم كمان، يعني مثل لازم نحترم المنتجين اللي عملوا. كم أغنية هلا عم بشتغل على توثيقهم، يعني في تقريبا حوالي 150 أغنية لهلا. واو. بس اللي هلا بيدوروا على الراديو هن ديجا بحدود 900 من الستينات، كلهم على بعضهم 900. ايه من الخمسينات لنهاية التسعينات. اللي وحدك بتعمل كل ده؟ لو واحدة عندي شركاء أيضا، يعني أصدقاء كمان بيشتغلوا بهالدومين بيساعدوني مرات. حد يسمع منهم حاجة يقول لك هادي روح شوف لو ده ممكن كده، يعني بيساعدوك؟ يعني نحن بنشتغل ك تيم،
مش كتيم مش كفريق، ولكن بنساعد بعض اني كمان عندهم شركاتهم واشغالهم. احيانا تكوني عم تتسمعي بنط من محل لمحل، من حقبه لحقبه، من سنه لسنه، مثلا من 60 لما بعرف 80 مثلا انه ايه. هلا انا قمت ايضا ببرمجه الجوريتم معين على الويب سايت لحتى يكون في مثل نوع من التناغم بين البث بالبث. يعني مثلا اذا سمعنا اغنيه الجاز من الخمسينات وبعدين ما فينا نسمع شو اسمها غنية حكيم يعني نسيت اسمها غنية النار ولا قبل قبل النار أغنية شعبية يعني مش هقدر أساعدك أو ناري نارين هيدي هشام عباس يعني غني لك هلا انتبه لا ما بيأثر. فقمت ببرمجة هذا ما يأثر على الناس هيطفو الراديو على طول انت ما بيأثر بس قلبك كبير انت. اذا البرمجة كيف بتتم بالقفزات من مرحلة لمرحلة؟ اذا هي حسب اللون الموسيقي العصر الموسيقي وايضا كمان لحتى ما يزهقوا العالم كمان مش ما ينعاد نفس الاغاني بعمل مثل الفرق بين اذا اغنية لفنان معين سمعناها ننطر فترة لنرجع نسمعها مرة ثانية او نسمع من نزلت الفنان. في أغنية رح نسمعها هي آخر أغنية موجودة معنا اليوم هادي زيدان اللي هي ما انشهرت على ما يبدو ولكن تسجيلها واضح وكتير حلو كتير طريفة أنا عن جد ضحكتني يعني حبيت إنه نختارها. هي أغنية لروبير معلوف لبناني. مين روبير معلوف؟ ما حدا بيعرف. إذا بتعمل على جوجل من وين جبته من وين لقيته؟ هيدي الأغنية هو فيكتور. الله 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 فيكتور ده مش معقول يعني فيكتور ده بقى عربي بيحكي عربي فيكتور؟ والله مش معقول فيكتور ده خطير جدا. إذا روبير معلوف هو مغني عازف لبناني. هذه الأغنية هذا الأسطوانة أصدرت بال 88 88 ومكتوب عليها للأسطوانة طبعا أكيد وين لقيتها؟ بسوق الأحد بلبنان. سوق الأحد بلبنان وهذا روبير معلوف اشتريتها بكام؟ هذه الأسطوانة هلا هودي في دي تايم ما في احكي عنه. اوكي لانه على ما يبدو في اوقات اشياء بتصير اسعارها خياليه بالضبط. بس هذا الاسوان هلا على الانترنت اذا مش غلطان بتنباع ب 300 يورو 400 يورو في اسوانات بينباعوا ب 1500 يورو 7000. كم اغنيه بيبقى في على الاسوانه مثلا؟ مرات منهم دول مرات اربعه مرات سبعه. عندك منهم دول؟ لكن حسب الندر. ايه طبعا. ايه واو. بس لما حتتسمع على هيدي الاغنيه كثير حتضحك يعني. سمعونا نهديها للمديره. مهضومه هالمسؤوله مهضومه هالمسؤوله ولا بليز مهضومه هالمسؤوله مهضومه هالمسؤوله على المكتب يا مسؤولي مهضومه هالمسؤوله على المكتب يا مسؤولي لو قلت لك حبيتك شو بدك عني قولي مهضومه هالمسؤوله على المكتب يا مسؤولي المكتب يا مسؤولي لو قلت لك حبيتك شو بدك عني تقولي لو تعرفي من نظرة جمدتي في النظرة لو تعرفي من نظرة جمدتي في النظرة ومن أول هات النظرة حبيتك مش معقولي مهضومي هالمسؤولي عالمكتب يا مسؤولي مهضومي هالمسؤولي عالمكتب يا المسؤولي فعلا مهضومه. شو هيدا المهرجان اللي عم تحكوا عنه انت وهادي؟ اما انا عايز اعرف لان طلع يعني اسس مهرجان خطير هنا اسمه بيروت الكترو باريد. هو مهرجان مخصص للساحه الموسيقيه الجديده يعني الكترونيك وبجيب فنانين من العالم العربي
يعملون في إطار هذه الموسيقى الإلكترونية وفي إعادة أحياء الموسيقى أيضا العربية ولكن بمنظار مختلف. يعني هيكون في حفلة؟ في حفلة طبعا 26 أكتوبر. وعندي ضيف هالمرة من الكويت اسمه زاهد سلطان وهي لأول مرة بفرنسا يعني بتصير إنه موسيقى. وهي الحفلة من 6 المساء لخمس الصبح أو شيء هيك؟ بالضبط من 6 المساء لخمس الصبح يعني 12 ساعة من 6 ل 6 actually. أوكي. بالبلفيلواز. بلفيلواز هو مكان تاريخي في فرنسا. كتير معروف في المكان يعني بيعطوني الثقة مرتين بالسنة. ليه هالقد بالطول الحفلة؟ لأنه أول شيء محل السهر. أول شيء لأنه هي بس مرتين بالسنة. وأنا بهدفي إنه أخلق مثل يعني مثل سفرة. لا اللي بيقتادوا هذا ال اوكي يعني اذا انا رحت حضرت مثلا حازم شاهين قبل ما نجي على هذا الحفل والمهرجان بضل اسمع موسيقى حلوه واغاني حلوه واجواء طيبه اكيد بتلحق. هادي زيدان شكرا كثير انك شرفتنا على استديوهات. شكرا شرفتنا نورتنا. بتمنى لك التوفيق. لا وهنيجي نشوف مبروك الراديو شيك شاك شوك. بركي نعطي اللينك بس اللينك شيك شاك شوك العنوان هو اسم راديو شيك شاك شوك ولكن الموقع الالكتروني هو وي ار شيك. وي ار شيك اند وي ار دبليو اي ا ار اي اس اتش اي كي دوت كوم. وي ار شيك دوت كوم. وي ار شيك. وي ار شيك يا جماعه دوت كوم. ميرسي هادي. شكرا هادي. ميرسي. نراك قريبا اكيد مما لا شك فيه. نحن 5 ثواني بتفصلنا عن موجز لاهم انباء الساعه.